السلام عليكم، يا مساء الخير، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسعادة. حبيت أسوي لكم فلوق بسيط لبعض من المنتجات اللي فادتني كصاحبة أكزيما ما سوت لي تأثير سلبي على البشرة، وبعض المنتجات الجديدة اللي حابة أجربها، وأبي تجربتكم لبعض المنتجات لأني ما أدري هل راح تكون مناسبة لي كبشرة حساسة ولا لا. بس قبل كل شيء حبيت أوصيكم في اليوم من أعظم أيام الدنيا العشر اللي أقسم الله بها في كتابه وليالي العشر أن تجعل لكم أعمال صالحة، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، هللوا، استغفروا، تقربوا إلى الله بالنوافل، اجعلوا لكم صدقة خفية وخبيئة، أكثروا فيه من سؤال العفو والعافية، فالعمل الصالح فيه أحب إلى الله من غيره. ويلا نبدأ. أول شيء رح أبدأ فيه زيت بذور ثمر الورد النقي لعنان البشرة اللي هو لايف فلو، حبيته كثير لقبل النوم، ترطيب عالي وتوحيد للون البشرة، فأنصح كثير للبشرة الجافة والبشرة اللي تعاني من مناطق داكنة في الوجه، فمرة حبيته كترطيب. غسول بنكسل اللي ناسبني أنا 4%، 10% كان يسبب لي جفاف في البشرة، فكنت أستخدمه بس للمناطق اللي فيها حبوب. أقدر أجزم إنه لسنة كاملة حبوبي خفت كثير، الحبوب اللي تجي تحرق خفت كثير، و4% أحطه من دقيقة إلى دقيقتين، لما أزيد تبدأ بشرة تحرقني، فأنا لأني بشرتي حساسة ما كان مناسبني. أبيكم تكتبوا لي طريقة صحيحة له، حقيقي شوية استخدامه مو مرة معي. الحلزون كنت أستخدمه بطريقة خاطئة جدا، اكتشفت إنه لازم ترطيب قبل استخدامه، استخدمته تقريبا لمدة 3 أشهر 4 أشهر، كان النتيجة حلوة بس ما كنت أدري إنه لازم ترطيب، فلما استخدمته وبشرتي رطبة لقيت نتيجة مرة أفضل من قبل. بدون الترطيب كان حلو بس مع الترطيب صار أفضل، وشريت المرطب ومرة حبيت. ماركة أفينو بالنسبة لي غنية عن التعريف، لأصحاب الأكسيما خالي من العطور، إذا ما نفعت عمرها ما تضر، مرة جميلة، ترطيب عالي، ترتاحون عليها. نجي للمنتجات اللي أول مرة استخدمها. أول شيء فيتامين سي من ماركة، أول مرة استخدمها، حجم حلو مبدئيا، أتمنى ألقى نتيجة حلوة. استخدمتها اليوم أول مرة، وأيضا أول مرة استخدم الغسول الزيتي واللي لقيت عليه أيضا مدح مرة كبير من ماركة أنوا. الغسول الزيتي أنا أول مرة أدري أنه واقع الشمس ما يروح إلا بغسول زيتي يقعد في البشرة، فقلت لازم أجرب هذه الماركة لما لقيت عليها مدح. هو غسول منظف للتحكم في المساء. أفينو طبعا نفس الشيء، شريت واحد لليد نفس الكبير اللي توصلتكم إياه، هذا الصغير طبعا أنا ما استغني عن هذا الصغير معي في كل مكان. أيضا نجي الغسول، غسول آكير، بس اللي كنت خوفة منه إنه في نسبة تقشير بسيطة، فأبي تجربتكم تحت في الكومنت. طبعاً أحلى شيء فيه إنه نباتي 100% وخالي من البرابين وخالي من الكبريتات. أيضاً الماركة الغنية عن التعريف ماركة بيوتي أوف جوسون، هذا تونر برقوق أخضر، أول مرة استخدمه 150 ملي، حلو حجمه مرة حبيته. أبيكم بعد تقولوا لي تجربتكم تحت في الكومنت. تنظيف توحي لون بشرة، هذه شفرات ديرما بلانر فيها 12 شفرة، قد استخدمتها بعد من قبل، مرة جميلة للبشرة، وحبيت انها تقشر بشكل بسيط للبشرة. ليش خذيت المنتجات اللي فيها نسبة تقشير؟ لان مكتوب لجميع انواع البشرة، فحسيت نجرب وان شاء الله خير. وفي نفس الوقت ما راح استخدمها لكل وجهي، راح استخدمها لمنطقة بسيطة في الوجه كتجربة لمدة اسبوع او اكثر. هذه كل المنتجات اللي استخدمتها، اللي هو الحلزون ومرطب الحلزون، من جوا قلت اوريكم اياه، حجمه ترى في الطبيعه شوي يعني حلو، يعني مو مره كبير. مقشر او الغسول الاصفر بعد حجمه مره حلو يعني مناسب. افينو هذول الاثنين نفس الشيء، الكبير والصغير، في تقريبا افينو مره احجام كثيره، هذا انوا التونر، هذا فيتامين سي حجمه بعد طبيعه حلو، هذا الغسول اللي احبه مره واستخدمه مثل ما قلت لكم لي 3 سنين، هذه الماركة خذوها جربوها أنصحكم وبقوة. وجب التنويه لما نستخدم أي منتج جديد على بشرتنا، أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، ناسب بشرتي ممكن ما يناسب بشرتك، كل بشرة تختلف على الثانية، فعشان كذا أنا أستخدم المنتجات في مناطق معينة بعدين أبدأ أستخدمها على كامل وجه. لما نحس بشيء في البشرة أو بدأت البشرة تتحسس على طول نتوجه على الطبيب، ما يحفظ في مناطق فيها درجة حرارة مرتفعة، إذا حسينا بتهيج، تورم، ردة فعل عكسية على طول نروح على طبيب. أنا أي شيء يصير في بشرتي على طول أوقف الاستخدام. في
فيتامين سي ما استخدمه انا بتعرض للشمس. وفي الختام لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. اذا عندكم اي استفسار او تعليق اكتبوا لي اياه في الكومنت. فمان الله.